اقتصاده يعني الذره هذا الاسم هيدروجينيك ايكونومي هيدروجينيك ايكونومي اقتصاد الذره البديل عن البترول. لا شك في هذا المؤلف العظيم اللي الف هذا البحث الدقيق هو يذهب الى الجنه والا الى النار. قلت هذا مسلم ولا كافر؟ قال هذا نصراني. قلت لو مات على كفره في جهنم وبئس المصير. قال هذا اللي خدم الانسانيه ونفع الانسانيه يذهب الى النار وهؤلاء الهمج يذهبون الجنه. فعرفت ان صاحبنا مصاب بفلونزا الغفله. ولقد جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فالله الهمني شيء من الجواب. قلت له يا دكتور وش لك عندك ولد؟ ولدك هذا طيب مع كل الناس ويحب كل الناس يخدم كل الناس ينفع كل الناس عسل الا انت معك لا يعبرك ولا يهتم بك ولا يعطيك وجه ولا يعطيك اي حق من حقوقك تقول تحبه؟ قال طبعا لا. قلت هكذا هذا الدكتور ذا هذا المؤلف طيب مع الانسانيه نفع الانسانيه خدم الانسانيه لكن مخبص مع الخالق عز وجل ما عرف الحق المعرفه ما تأدب مع الرب اللي خلقه من عدم اعطاه مخ وعطاه سمع وبصر ويدين ورجلين وعطاه الصحه وعافيه خلا ما تأمعني ويدعي ان الله له زوجه له ولد فكيف الله يحب هذا الانسان؟ قال ها زي اللي كان اول يعني في غيبوبه فافاق اول كان داخل في الطاوله ما طلع فقط الا راسه قاعد كيف قاعد؟ جلس جوا ما طلع راسه كذا فانسحب وجلس هكذا مستوفزا واصبح يسهل مستفهما لا مستهزئا. اي نعم. قال طيب ليش امريكا واوروبا والصين سبقونا بالتقنيه واحنا يعني متخلفين في الصناعات والتقنيه والتكنولوجيا؟ قلت هذه ايضا عندي جوابها. قال وش جوابها؟ قلت الله اعطانا جوهره ما اعطاها لا امريكا ولا اوروبا ولا يابان ولا الصين لو اجتهدنا عليها واتقناها لقطفنا ثمره جهودهم. قال ما هي؟ قلت وظيفه رسول الله عليه السلام الدعوه الى الله انقاذ البشريه من شقاء الدنيا وشقاء الاخره الابدي السرمدي. قال كيف يعني؟ قلت امريكا واوروبا واليابان والصين اذا شو انسان عبقري ما هو بكتنا انفاسه ويحاربونه حتى نشكو من هجره العقول وانما يتبنونه ويفرغونه للبحث والتطوير ريسيرش اند ديفلوبمنت يعطوه ميزانيه مفتوحه قد تصل الى مئات او الاف الملايين رهن اشارته ولكن لو مات المسكين حتى يصبح عملاقا في تخصصه وقد استحوذ على كل اسرار علمه وفنه ولكن لو مات المسكين ذهب الى النار ونحن بقوه دعوتنا واتقاننا لوظيفتنا ندعو بلسان القال ولسان الحال لسان القال ولسان الحال فيتغير هذا الدكتور ويسلم ويهتدي هذا الخبير. كم خبراء في المانيا كم خبراء في اليابان كم خبراء في امريكا كم خبراء في كندا في استراليا خبراء عمالقه عباقره ولكن لو ماتوا على ما هم عليه وقد علموا عن شريعتنا ماتوا الى النار ونحن السبب نحن السبب ولكن لو نحن قمنا بالدعوة سبحانه وربينا أولادنا على الدعوة وعلى الرحمة على البشرية ذهبوا فصاروا سببا في إنقاذ هؤلاء الدكاترة والبروفيسورات من النار. زاد عندنا نسخ أصلية ونقص عندهم نسخ أصلية زاد عندنا 100 أصلية ونقص عندهم 100 أصلية زاد عندنا 1000 ونقص عندهم 1000 أليس بهذا يا دكتور قد قطفنا ثمرة جهودهم؟ قال بلى بلى ودعته ومشيت. بعدين سأل لحقني عند الباب قال اسمح لي يا شيخ كم جوالك كم تلفونك؟ انا اولادي عايشين في كندا وانا خاف يتلوثون في المجتمع الغربي وهذا يعني في اولادي. قلت وهذا وذكرت الحقيقه فانا سادلك على مخرج من هذا المازق. نحن شركه دعاتكو العالميه في العالميه ضد شركه ابليسكو العالميه شركه دعاتكو العالميه للهدايه ضد شركه ابليسكو العالميه للضلاله. في كل مكان عندنا دعاة الى الله. نحن نعطيك انك عناوين الدعاة في كندا في تورنتو مونتريال اي مكان تبغاه وانت تعيش مع اولادك وزوجتك في جو ايماني معهم يولد عندك هذا الجو الايماني قناعه. هذه القناعه بالحق تعطيك مناعه ضد الباطل باذن الله. قناعه تولد عندك القناعه، قناعه بالفضائل تعطيك مناعه ضد الرذائل، قناعه بالحق تعطيك مناعه ضد الباطل، قناعه بالخير تعطيك مناعه ضد الشر. الان تذهب الى كندا سفيرا لله، سفيرا للاسلام، تذهب الى كندا وفي قلبك الرحمه على هذا الشعب، كيف الله ينقذهم على يديك من النار؟ تذهب الى كندا معطيا عزيزا ولست اخذا ذليلا. ودعت ومشيت، بعد سنتين رجعت للجامعه فسالت عنه، قالوا هذا سافر نهائي لكندا، ولكن استغربنا صديق الاخر يقول بعد ما قبل ان يذهب الى كندا صام وصلى وحج واعتمر. الله اكبر الحمد لله.
كثير من الناس ما يدري يعني لهذا، كثير من الناس يعني لا يدري أننا نمتلك جوهرة، نمتلك مفتاح خزائن الكون بالدعوة الله سبحانه عز وجل. بالدعوة نستطيع أن نحول أهل المليارات إلى الإسلام، وأهل المصانع وأهل الشركات والدكاترة والتخصصات كلها. كم الآن داعي الله في صحيفة ضباط، في صحيفته دكاترة، في صحيفته أصحاب مليارات ومصانع، يوم القيامة كل هؤلاء في صحيفته يعني بنوا آلاف المساجد وما شاء الله بنوا مستشفيات وأقاموا مشاريع ضخمة في صحيفة هذا اللي كان سبب في في في, في هدايته. هذه التجارة. يا أيها الذين آمنوا، قل تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. هكذا أحبة الله، فإذا هذه التجارة العظيمة نحن يعني حكومة وشعبا وحكومات وشعوب إسلامية، الله عزنا بوظيفة رسول الله عليه السلام. ما أمن الله على أمة كما من على هذه الأمة. أول كان في أنبياء كثر، عدد الأنبياء قبل رسول الله عليه السلام 124,000 نبي، لو كان أنبياء موجودين لنا دور في الحياة، لكن ختم النبوة بالمصطفى عليه السلام، وبقيت وظيفة علينا إلى قيام الساعة. أمة مباركة، أمة لو قامت على الدعوة ورحمة البشرية وصار عندنا طمع في هداية الناس لتهافت الناس على إسلامنا، والآن طفت الحروب في العالم والمشاكل في العالم والمصائب والجرائم والعصابات وكل الخلل الأمني في العالم سببه عدم هداية الناس. ولهذا وسبب عدم هداية الناس كما ذكرت قبل المغرب قبل العشاء، أنه لو آمن المسلمون لأسلم الكفار، لو آمن المسلمون لأسلم الكفار. الآن كيف نطور المسلمين؟ upgrading Muslims from Islam to إيمان، كيف نطور المسلمين من الإسلام إلى الإيمان؟ فلو آمن المسلمون لأسلم الكفار بالملايين في العالم. بس بعد الله عزك اعطيكم بعد العادي مشاركه الله بعدين. ما شاء الله ايش رايك عبد الله؟ هذه مقدمه، هذه مشاركه بعدين. لا يا شيخ، يتبين امر الدعوه يا ابو عبد الله، انتم اعرف الحقيقه ما دامت الامر خاص به خادم الحرمين جزاه خير في هو بدايه الحلقه طبعا بعد المغرب، واحثه على الدعوه لشباب الامه الاسلاميه، وان مسؤوليه الجميع، لان اول ما بدا صلى الله عليه وسلم بدا بايش؟ ايش يا عبد الله؟ بالدعوه. وقاله في سوره الفرقان يا بصوره المدثر، يا المدثر ايش؟ قم فأنذر. قم فأنذر. وش بعد؟ وربك فكبر. هاي سهله ولا صعبه؟ سهله. انك يا محمد كبر الله امام الناس، اذكر الله. والرسول كان دعوته بمكه كان يقول كلمه واحده بس، يعرفه اهل العلم مسطره بالكتب يدور بها في مكه. ايش كان يقول لهم؟ قولوا لا تفلحوا يا اهل مكه، قولوا لا الله تفلحوا. حتى ابو جهل استغرب من هالكلمه، بس واحدة كلمة حتى قالوا يا 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 محمد وربك عشر، ايش معنى عشر؟ وابيك عشرة. نعطيك عشر كلمات. عشر كلمات. إيه قال بس واحدة كلمة اعطوني اياها تدين لكم العرب وتدفع لكم العجم الجزية، بس كلمة صح؟ نعم. قال وربك عشر وابيك عشر، يعني يقول لك قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فنفضوا ثوب ابو جهل وخرج وهو يقول اجعل الالهة ايش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا بس قالها، لكن الشاهد أن الدعوة إلى الله بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الكتاب ولو شئنا لبعثنا في كل قرية إيش؟ نذير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد. ألا ما تسمع بعض الشباب عرب 17 18 يقول نروح نجاهد هنا وهنا؟ ما تسمع عبد الله؟ ما يقولونها بعض الشباب؟ هذه آية مكية، سورة مكية. انت الان كمربين من جاء مدارس، انت في المدارس يا ما اسمع الشباب متحمس، انا اليوم يمكن اثنين ثلاثه زي كذا، ايش اخوي نروح نجاهد؟ وين نروح؟ ما ادري. انا الله يقول لمحمد وجاهدهم به جهادا ايش؟ كبير. هذه ايه 52 في سوره الفرقان، يقول ابن عثيمين هذه ايه مكيه وصوره مكيه، وزاد المعاد يقول هذه صوره مكيه في الجلد الثالث. نعم. يعني هو الجهاد الحقيقي انك تجاهد ايش؟ في الدعوه. الان الناس اكثر الناس ساكنه الدعوه. احنا رحنا اوروبا، رحنا امريكا، تجولنا فعلا، كثير من شباب الامه الاسلاميه ولا يفكر يا اخي شهادته ترجع بلده. ما رحت انا وياك بريطانيا ابو عبد الله؟ نعم. شيخ حسن رحنا ولا ما رحنا؟ نعم. ما شفنا شباب من عالم الاسلام ايش كثرهم؟
من العالم الإسلامي، ما أقول من السعودية ولا من الخليج العربي، لا، من مصر، من السودان، من اليمن، وإيش كثرهم؟ كاليفورنيا واحد الحالة، كاليفورنيا ولاية في أمريكا، أنا رحت وأنا عمود الله يرحمه، قول أمين، مليانة من دولة إسلامية، والله يوم شفتهم من كثرهم من كثرهم، إني حسب الدولة الإسلامية دي ما أقدر أذكر اسمها، لكن معروفة، إني حسب هذه الدولة أن انقرت سكالتينا، سكالت في كاليفورنيا من كثر الجنسية واحدة اللي فيها. عجيب. فوق 100,000 تصدق يا عبد الله؟ ما شاء الله. 100,000 من هالبلد ذا. ونسألهم ها كم أسلم على دينك؟ قال شو أسلم على دين؟ أنا فاضي أسلم على دين. ويذكرون ها؟ عبد العزيز فعلا الناس، شفت كلام الشيخ راشد هذا. هذا يعني لو يسمعوا هالناس إن شاء الله يصل للملايين إن شاء الله اللي يسمعوا الآن هؤلاء. بإذن الله تنتشر الدعوة بهذه الطريقة. الناس ترى يحتاجون تذكير. أنا غافل والثاني غافل، يجي خالد ويكلمني عن الدعوة وفضل الدعوة والأجر في الدعوة ولماذا خلقت ولماذا وكم وإلى آخره، فالنفس سبحان الله هذا طول ترغب في الخير وذكر. فمثل هذا الكلام إننا نحتاجه، أن نذكر الناس بالفضل ما فيها من الأجر. أنت الآن في الأذنب بمطوية، أنت بشريط، أنت بكلمة، إخوان هؤلاء الآن بيخرجون، تخيل لو كنت دعاة كم الآن، يعني فعلا الأصل أن أكون داعية، ترى إذا خرجت بغير هذه النية هذا خسران، هذا خذلان، هذه حجة عليك يوم القيامة، الذين ربما فهم كل واحد يرى منك الخير ويطبقه ستأخذه، يرى منك الشر كذلك سيسطر مزال سيئاتك. فأنت كن داعية لله سبحانه وتعالى، واصبر اصبر في طريق دعوتك. يعني أنا أعود ونرجع ونشوف الأشياء بأعيننا، يعني كل ما تذكرت أن الشيخ صالح الحمودي الله يثبتنا يعني على طاعته ويجمعنا وياه في جنته، يعني كيف يعني بذل جهد حتى الناس الآن في مشارق الأرض والمغرب يتحدثون عنها ومشاريع قائمة، وناس كثير طلعت أمورهم رغم أنه مو بعالم ولا شيخ كبير ولا عالم ولا ذاك الإعلام المشهور، من ربعنا من دعاته، يعني ضجت به حتى الإعلام وتكلم الناس في مجالس المسلمين. أنا أجيت بعد ما دفن 5 أيام 6 أيام أزوره، فوجدت ناس يصلون عليه، فقابلت واحد مخان قال ما توقفت الصلاة عليه أبدا. وش اللي بذله؟ وش صالح؟ وش سوى؟ وش أعطى الناس؟ أعطاهم مثل ما قال، أنا بينهم الدين، حببهم من الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة واحد قام يتكلم في مسجد وتكلم عن الشيخ صالح وأنا جالس، كلمة جميلة، قال يا أخي لو أحد من الناس يمدح ملك 2 أو 3 سنوات وهو يمدح الملك وقابل الملك هذا، يعني يقينا الملك تقربه، يعني أنت اللي قاعد تمدحني في كل مجلس وفي كل مكان، فكيف مثل الشيخ صالح أكثر من 30 سنة وهو ماذا يثني على الله سبحانه وتعالى ويكبر الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الناس ربكم أسرجعوا وكذا. فأنا أقول وصية لأحبابي إخواني أن ننقلب من هذا المجلس نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأبشروا بالخير، أسأل الله يا أخي. لا بعدين ترى يا إخوان الدعوة هي صعبة يا أبو عبد الله، شوف عبد الله ترى قبل لا تجي المغرب قال كلام يكتب ماء الذهب، قال كل واحد مجالس الداعي الملكنا الله يوفق خادم الحرمين بكلمة القال، هذه مي دعوة، هذا مجلس الآن اللي صار. أنت أرسلت لك أنا كلمة ما سمعتها؟ سمعتها كاملة وسمعت آخر الكلمة وش قال؟ وأوصى بوصية حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني آخر دعوة في آخر الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آخر الكلمة أنتم معي في آخر الكلمة وش قال؟ قالوا يا راعي المنصب يا راعي الجاه يا راعي المنصب يا راعي المنصب يا راعي الجاه يا راعي الملك سريع. طيب ترى آخر مالك تحت ترابك، صح ما قالها كذا؟ كلمة هذه ترى صح؟ هذه ترى كلمة سهلة، هذه ختام. اسرع شيخ شوي اسرع شوي. طيب يا شيخ اسرع. ها؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عساكم طيبين. شلونكم يا شيخ؟ نعم عساكم بخير. طيبين إن شاء الله. الله يرعاكم. طيب بس نبغى ناخذ من وقتكم من القليل بس الله يسعدكم يا شيخ. احنا عندنا فقرة مدتها إن شاء الله ما تزيد على 40 دقيقة مع المتسابقين، عشانها فقرة مصيرية وفقرة ترقبية للمتسابقين. فنستأذنكم الله يطول أعماركم ناخذ المتسابقين ونروح نيام للهنجر عشان نقدم فقرتنا يا شيخ. طيب كلنا انت شيخ معنا. ما هم مشكلة الله يحييهم، إذا بيشرفونا اجعلها مرحبا مليون، جيبوا أهم شيء السلطة الفواكه. لا هذه محجوزة. محجوزة يا شيخ. هذه بشيلها بجيب لكم هناك. جبنا معك تفاح الله يعطيك العافية. أو إذا مشايخ تكون عند النار. إي لا نقعد عند النار. إيه. أجل نخلص نعود عليكم. إي خليكم أنتم ونروح. إي نروح نرجع شيخ. الدعوة فيها. نروح نرجع. ترى واقع يا مشايخ. ما نخلص نرجع لكم. لا لا لا. عزموني طيب قول الله يحييك على العشاء. الله يحييكم على العشاء. ما في كلام هذا محلك. فعلا ما يخلى من اهله يا شيخ. لا وعزيمه كذا الشيخ سلمان الجبان احس انه ما ودنا نجلس. مع السلامه يا شيخ. وش عزمونا يا سعد؟ ما شاء الله اقتحمت المجلس اقتحام. لا احنا اقتحام يا شيخ. عايش الاستراحه يا شيخ. تعامل نفس الطريقه. قهد يا شباب. يلا يلا. قهد. اسمحوا لنا يا مشايخ. حياكم الله. قهد 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 قهد
يلا يلا يلا. كل موسم تنتظر لحظة الفوز الحاسمة على شاشتنا، لكن موسمنا هذا اختلف، فلديك فرصة لحضور الحفل الختامي لبرنامج زد رصيدك الخامس ومشاهدة واقع المتسابقين وكأنك تعيش معهم في القرية.